كنت مع واحد 4 سنين، الحب والغرام، دوزنا الحماق ديال الحماق. كنا كنوجدو كنخطو اننا نكملو مع بعضياتنا العمر كامل. هضر مع دارنا على اساس غادي يجي، ووجدت راسي وفي السيمانه اللي غادي يجي فيها خوا بيا. خسر عليا ميساج قال لي سمحي لي ما نقدوش نكملو. علاش؟ حقه ما حقه ما عرفتش مالي، وانا شاك واش فيا شي حاجه زعما ساحري لي. ايوا مرات مرضه ديال الكلاب وطاحت صحتي، وكنتلاقاه بحال ما عمري كنت في حياته. جاتني صدمة العمر، كمتها في قلبي وقفت. حنا خدامين بجوج في بلاصه وحده، وكنشوف كمارتو كل نهار، ولكن هو ما على بالوش جاي اللي كنكون فيها انا ما كيشوفش فيها. مشات ايام وجات ايام، انا دبروا لي العائله على كونترا لفرنسا. فعلا وجدت وريقاتي، خرجت من الخدمه، قلت من هنا دازو. وصلت لفرنسا، دازت شهر، صيفط لي بالنمره ديال تم. قلت له السلام، انا فلانه بغيت غير نسول فيك. السيد تحل هضر معايا قال لي والله الا توحشتك بقات بلاصتك. شدينا الهضره تقريبا شي شهر، وانا نقول ليه انا راه قديت الوضعيه ديالي وقديت الامور ديالي. قلت له واش تبغي تجي لهنايا؟ قال لي اه نجي. قلت له احسن لك من لي، وكنا هنا الخدمه كل شيء موجود. قلت له صافي عطيني واحد شويه ديال الوقت غنسول لك كيفاش وشنو كيطلبوا باش ما كنقول لك. دازت واحد اليومين قلت لي رانا سولت ليك، والا بغيتي تجي خصني انا نهبط للمغرب نتزوجو، نقاد لك الامور ديالك وتجي لهنايا، ومن بعد راه نتفارقوا. قال لي لا، علاش غنتفارقوا؟ حنا اصلا كنبغوا بعضياتنا. ايوا المهم صافي رجعنا الحب والغرام. كل مره كنعيط لي صايب هاد الورقه، دير هاد الورقه، قد هادي. وفي الخدمه كل شيء ساق لي الخبر انه غيتزوج بيا وغنديه لفرنسا. قلت لي السيمانه الجايه انا جايه، بحال اليوم غادي نكون في المغرب، نلقاك موجد كل شيء باش نتكاتبوا. مو كتهضر معايا في التليفون وكتدعى معايا، خوتو كيهضروا معايا. المهم النهار اللي قلت لي غادي نشد فيه الطياره، صيفط ليه ميساج قلت لي بصحة الشمتة، وهاد المرة منين تبغي تلعب عرف مع من كتلعب. وكان فيا اللي خرجك حتى من الخدمة، ولكن خليتك باش يبقاو يتشفوا فيك مزيان. ودابا دوك الوراق اللي جمعتي والباسبور اللي صايبتي سير تبخر بيهم حيت ريحتك عطات. صيفطت ليه ميساج وهرست النمرة، ومن تما ما عرفت عليه حتى حاجة. دابا دازت عام.